سنتين والله لا بسيد المغرب هون، ومزارع عندي مزرعة في كرمسين بلاصين قال هنبل نزرع البصل، عندي البصل والدلاح والمطيشة تماتة. نتكلم على الأسعار، الأسعار احنا عندنا بطاطا الموريتانية بمبتير موريتاني، نتكلم الحسانية بمبتير موريتاني موجودة اليوم 170 180 و150 و160 حسب الجودة، يقلها تحسين. عندنا بمبتير المصرية وبصل مصر، بمبتير المغربية المصرية هاي اللي في يدي ب230 240 وجودة عالية. البصل المصري اللي عندك فيها ب280 وجودة عالية، هذا عند فعلا هذا يرجع فضله اليمني أبو يحيى، هو المورد للبمبتير الأول البمبتير مصر وبصل مصر، هو أول موريتاني، هو أول حد جابها من سيد المغرب، وأسعاره مناسبة 100%، في أسعار أعلى في أسعار أقل، ومهم أنه على العموم السوق يقلوا الإقبال، الإقبال إلى 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 الحين الإقبال عادي جدا، والأسعار الهولندي ما نقدر نقول لك حد أدرك سعرته اليوم باللي ما نعرف كم، غير المقارنة الطلب الوحيد من الشعب الموريتاني من مواطن موريتاني ومن الحكومة، الحكومة الموريتانية ورئيس الجمهورية راني من المنبر مطالبوا بدعم المزارعين بطريقة جدية بالبذور وبالمراقبة على المسؤولين كانهم ذي يوصلوه اللي يمشي عنهم الله ما يوصلوه، الدعم في إنتاجي لا جبته للسوق وعود بقيمته. تمات اليوم جايتني بايعها ب1500 وتمات المغرب كيلو ب350 ذا بلا معنى، ودلاح دلاح موريتاني دلاح المغرب كان نبيعه 260 ودلاح موريتاني باع كيلو ب70 وب60 وب50 ذا بلا معنى. طالب من رئيس الجمهورية وطالب من الدولة وطالب من الحكومة وطالب من الوزير فترة إنتاج موريتاني يديروا الضرائب أكثر على الأجنبي، كان المواطن الموريتاني يعيش، كان مواطن موريتاني ضعيف يعيش، يسوق للي لو 7 أشهر 8 أشهر يحرث. ابصل البصل في أزمة، المغرب ما هو خالق منها، ما هو خالق من المغرب، ما هو خالق. ابصل الحقه 350 الانهارات انباعنا هون ب450 ضرك. طالب مرة ثانية من الحكومة تعطي دعم للشباب، تعطي دعم للشيوخ، تعطي دعم للنساء كمزارعين، تعطي دعم لروسها، كان استغنوا عن عمر وزيد، عن مغرب الصا وعن الجزائر وعن السنغال وعن مصر أفطن أبو يحيى الصنتري، عن مصر وعن غيرها. كوني أنا أحد التجار في السوق المغربي وناشد أن نترجم على أرض الواقع هذا الشهر شهر الرحمة بالتخفيض جميع المواد الغذائية بهذا الشهر رمضان وليس العكس، نريد أن نغير ثقافة الذي كثير من الناس التجار فهموا خطأ بأن يستقلوا هذا الشهر رمضان بالرفع أسعار، يجب أن يكون العكس. لماذا؟ لأنه هذا الشهر رحمة، يجب المصانع والتجار والكل يخفضوا الأسعار هذا الشهر المبارك حتى يتناول الجميع، الفقير والذي له دخل محدود. هذه الثقافة يجب أن تكون ثقافة لشهر رمضان لموريتانيا، هذا الأرض الطيب، هذا البلد الطيب، هذا الشعب الطيب بكل أمانة. هذه ملاحظة مقارنة مثلا في اليمن في السعودية، كثير من الدول العربية يخفض الأسعار شهر رمضان، وأنا أناشد هذا الشعب الطيب الذي فيها علماء ولها أهل العلم أن والتجار خاصة أن يخفضوا شهر رمضان حتى تكون شهر الرحمة، شهر المبارك، شهر مودة، شهر الفقراء يعني يستفيدوا بهذا الفرصة. وبالترواع والخضرة الصافية شي معقول، الخضرة معقولة قرب بومبيتير وارحت ومار ودليور طالعين في السم عام هو يجنين بعيد فيهم الهون حتى ما عام هو يجنين، ونحن نسمعه في التلفاز انه هو ونسمعه في كل بلاد انه هو، انا الله ما وهي ما في شي هي الا وارحت. جاينا رمضان ونضر الاسعار يقضوا حتى فارينج يا وركتي اللي يعدروا به كريب والحالات واعر يا ابو 15 16 17، اسمع واعر علينا حتى انضروا حتى انتقص عنا الاسعار. موريتانيا عرف ان شعبه والله الا فاصل مسكين حتى
وفقير مسكين يدور حتى شي يعاونوا ويساعدوا داروا حتى شي يعاوننا في رمضان اللي حالو متين. اسمعوا لي عندنا حنا البياعات الصلاة راينا هون قاعدين حامد المولانا والشاكرين والله ما نعرفوا قاع الطريقة اللي نروحوا بها العيان. مرحبا بكم والسهرة ورانا الشاكرين والعبد العزيز قري هون علينا يقول له لسعى هون علي القزوان يقول العزيز قام قزواني داروا حتى هون علينا لسعى.